السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في روزلاند. النهاردة إن شاء الله يا جماعة معايا مكنة جميلة جدا، مكنة حلاقة ممتازة جدا، مكنة جديدة، مكنة هتنفعك جدا جدا جدا، مكنة عملية برضو. في البداية كده أتمنى إنك أنت لو لسه بتشوفني لأول مرة أتمنى إنك أنت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله مننا. المكنه دي يا جماعه برضه هقول لحضرتكم على حاجه، في رقم انا هسيبه لكم في صندوق الوصف، لو انت عايز المكنه دي ممكن حضرتك تاخدها دلوقتي سكرين شوت وتبعتها لي على الرقم اللي في صندوق الوصف، وان شاء الله هيتم التواصل مع حضرتك. الرقم شغال واتساب فقط يا جماعه. دي شكل المكنه، المكنه دي اسمها في جي ار زي ما حضراتكم شايفين كده، الكود بتاعها اسمه 081 زي ما هو موضح قدام حضراتكم كده، في 081 في جي ار. طيب عايزين نفتحها مع بعض ونشوفها على الطبيعة من جوه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحاول نفتحها مع بعض كده ونشوف شكلها. احنا دلوقتي احنا شلناها من الكفر اللي بره لحد كده، الحاجة قيمة جدا جدا باين عليها من العلبة بتاعتها اكنك بتفتح موبايل. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. شايفين شكل المكنة، مكنة جاية مغلفة، حاجة فوق الوصف، حاجة جميلة جدا. شايفين شكل المكنة، دي شكل المكنة يا جماعة معانا اهيت. بسم الله ما شاء الله، أغلبية الحلاقين يا جماعة أو صالونات الحلاقة شغالين بالمكنة دي علشان المكنة دي ممتازة جدا. طيب احنا عايزين نشوف العلبة فيها ايه تاني، نشيل القطعة دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف ايه تاني جاي مع المكنة. كده العلبة بتاعتنا فضيت، بوكس محترم. اللي عاجبني في الموضوع بتاع المكنة ده البوكس نفسه، بوكس محترم، حاجة قيمة، تنفع هدية كويسة جدا لو انت بتهدى حد ولا حاجة، تنفع هدية كويسة جدا، هدية ممتازة. كمان موجود كتاب هنا بيشرح لك قطع المكنة، بس طبعا هو مكتوب باللغة الإنجليزية. تمام، فاحنا مع بعض دلوقتي هنشوف ايه اللي موجود معاها وبتشتغل ازاي وكده. وكمان موجود معاها الكيس ده، الكيس ده نفتحه ونشوف ايه اللي جواه. بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على النبي كده يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة، قدمشت هنا همت، ده مشت تالت جاي معاها وصلة اليو اس بي، تشتغل على اي شحن يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، الحتة دي مش موجودة في المكن الكيمي، لما جيت عملت ريفيوهات للمكن الكيمي لسه ما قابلنيش لحد الوقت ده مكنة شغالة يو اس بي كده. تمام، طيب ايه تاني جاي معايا؟ معايا كمان ازازة من الزيت علشان لما اجي اصين المكنة، عايز اصين المكنة واعمل لها صيانة احط لها الزيت ازيدها. كمان موجود معانا فرشة، الفرشة دي علشان انضف بيها المكنة بتاعتي. طيب كده انا قلت لحضراتكم على القطع اللي جات معايا في البوكس ده. طيب نشوف المكنه نفسها بقى يا جماعه. اول حاجه كده، اول ما نبص للسلاح بتاع المكنه بنلاقي هنا زي جراب، عاملين جراب هنا كده، حاجه قيمه جدا. شايفين معايا عاملين جراب يحافظ بيها على المكنه، شايفين حتى المكنه مش زيتها، شايفين معايا الزيت باين خالص على الجراب اهوت، وباين هنا على المكنه نفسها الزيت، شايفين معايا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. هنا الزرار اللي انا شغلت بيه يا جماعه، اللي هو الزرار ده، شايفين الزرار في اسفل المكنه تحت اهوت، الزرار اللي بيشغل المكنه. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين المكنه كده اشتغلت معايا. الناس بقى اللي بتدور على المكنه العمليه، الحاجه اللي تعيش معاهم هي المكنه دي. طبعا يا جماعه هي كده بتجيب زيرو، لو اشتغلنا بيها على كده كده هتجيب زيرو،
طيب لو انا مثلا عايز اخفف شعر، اخلي مثلا الجناب بتاعت شعري هي خفيفة وبقيت شعر عالي، هبدأ اقصر واحدة واحدة زي ما حضرتك شايفين كده. معايا هنا 3 تمشات، واحد قصير بعديه واحد اكبر شوية بعديه واحد اكبر خالص، وكمان مترقمين، يعني هنا مثلا 1 مليمتر، هنا 3 مليمتر، تلات هنا كام؟ 6، زي ما حضراتكم شايفين كده. كده 1 ملي وتلاتة ملي وستة ملي. يبقى انا كده هعمل على الدرجة اللي انا عايزها هشغل. طب لو احنا جينا مثلا حبينا نركب اي قطعة من دي في المكنة، بتركب ازاي؟ بكل سهولة هنحطها كده من فوق، كده من فوق كده يا جماعة، شايفين شايفين انا بركب ازاي؟ من فوق مش من تحت الاول، لا من فوق الاول كده، ونضغط عليها كده. كده ركبت معايا. دي رقم كام؟ دي رقم 3. زي ما انا عايز اركب، عايز اركب الاصغر ماشي، عايز اركب الاكبر ماشي. طب انا دلوقتي ركبتها وعايز افكها، افكها ازاي؟ حاجه من هنا كده، القطعه اللي ورا دي بقى يا جماعه اتفقنا لما نيجي نركب عند السنون هنا الاول، لما نيجي نخلعها من ورا هنا كده من تحت كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وتتفك لوحدها كده، سهله جدا جدا جدا. طبعا يا جماعه لو انت حاططها في الشاحن عشان تشحن، بنبص فيه هنا لمبه، هنا اهيت اللمبه دي بتقيد عشان تعرفك المكنه شحنت ولا لا. في سؤال بقى، يعني في ناس كتير هتساله، هتقول البطاريه دي بتاخد يعني مساحتها قد ايه؟ هقول لحضرتك ان البطاريه بتاعتها 1500 امبير، يعني كويسه جدا جدا في ما فوق ما تتخيل. طيب دلوقتي لو احنا محتاجين المكنه دي، ممكن حضرتك تكلمنا واتساب على الرقم اللي في صندوق الوصف، في رقم هسيبه لحضراتكم في صندوق الوصف، كلمونا واتساب عليه. بس اهم شيء انكم انتوا تاخدوا المكنه سكرين شوت. دي شكل المكنه هي يا جماعه، لو حد حابب ياخدها سكرين شوت دلوقتي يبعتها لي على الرقم ده، وان شاء الله في توصيل لجميع المحافظات. طيب جينا للنقطه الاخيره، المكنه دي يا جماعه سعرها كام؟ سعرها 250 جنيه وبس، سعرها 250 جنيه. ان شاء الله لو حد عايزها ممكن اشحنها له على شركة الشحن اللي تناسبه. تمام، بس كده، ده يكون نهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى انك انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس علشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ولو لسه معايا لحد هنا في الفيديو، اتمنى انك انت تصلي على النبي في تعليق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بس كده يا جماعه، اشوفكم الفيديو الجاي على خير. ولو انت عايز فيديو معين عن حاجه معينه، ممكن تكتب لي في التعليقات اعمل فيديو عن كذا، وان شاء الله هعمل لحضرتك فيديو على الحاجه اللي حضرتك هتقول عليها. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.